السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم على موضوع مهم يفيد مجتمعنا المصري والعربي، سواء المزارعين، سواء الزراعة المنزلية، سواء زراعة الأسطح، وهو إن أنا بلاقي المنظر ده، ألاقي ثمار عندي صغيرة قوي والثمار الطبيعية اللي أنا المفروض أجمعها. السبب في إيه؟ نعرف مع بعض أسباب صغر حجم ثمار الثوم وثمار البصل. يعني برضو اجي ازرع البصل الاقيه طالع لي في نهايه المحصول بتاعي صغير بالشكل ده. طب ايه السبب؟ اقول لك يا سيدي السبب. اول حاجه مسافات الزراعه. لما اجي ازرع لازم ان انا اراعي ان انا لما اجي ازرع الثوم لازم يكون بين النبات والنبات من 10 سم ل 8 سم. في ناس بتضيق المسافه، ما دام ضيقت المسافه ما تدش براح للفص اللي انت هتزرعه او البذقه اللي انت هتزرعها ان هي تاخد براحها في الارض، فبالتالي بتبقى متكتفه وبالتالي يطلع لنا حجم ثمار صغير. دي نقطه. النقطه الثانيه ملوحه التربه. في ناس بتشتري اراضي، او بمعنى صح الناس المحاسب، محامي، قاضي، ضابط شرطه، ضابط جيش، اي كانت المهنه بتاعتك، فانت تركت مهنتك او عايز تزود من رزقك فبتدخل في مجال الزراعه ما تعرفش عنه حاجه ومش عايز تستعين بمهندس. فمثلا عندك منطقه المغره، منطقه فيها اماكن شديده الملوحه في التربه والميه، فهل ده ينفع ان انا ازرع بعض المحاصيل؟ لا، لازم ارجع. اول حاجه لازم اعمل تحليل ميه وتربه ايا مكان المنطقه اللي انا هشتري فيها، لازم اعمل تحليل ميه وتربه عشان اعرف الملوحه هل تناسب النبات ولا ما تناسبش النبات. ليه؟ ان ملوحه التربه والميه بتاثر على امتصاص العناصر السماديه، بتاثر على جوده الثمار. اهو تلاقي الثمار طالعه صغيره رديئه الجوده، فلازم اراعي النقطه دي. فاي واحد يشتري ارض لازم يعرف تحليل ميه وتربه بتاعته. الحمد لله النهارده في مركز القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية تحليل المياه والتربة لا يتعدى ال 500 جنيه. والتكاترة بيدولك كل طاقتهم في فهمك للتحليل. طيب النقطة الثانية الثالثة بقى. الثالثة احنا عندنا 9 نقط. النقطة الثالثة عدم اتباع نظام سمادي مناسب لإيه؟ للظروف الجوية في المنطقة، لتحليل المياه والتربة، تمام؟ للنوع النباتي اللي أنا أزرعه. هل لما اجي ازرع الثوم زي لما اجي ازرع البصل؟ هل برنامج ده زي برنامج ده؟ لا. هل مثلا برنامج الطماطم والفلفل والبتنجان زي برنامج الكرنب والارنبيط؟ لا. فلكل مقام المقال. يبقى لازم لما اجي اعمل برنامج سمادي مفيش حد في الدنيا يعرف كل حاجة واي حاجة. والله احنا بنجتهد وبنتعلم رغم ان احنا اتخرجنا من اكتر من 25 سنة، لكن حتى الان لسه بنتعلم ولسه بنقرا ولسه بنشوف تجارب حياتية من الفلاحين في ابتكاراتهم وفلسفتهم في النمو الزراعي. في بيجي صالح وكتير طالح. ليه؟ ان الفلاح النهاردة مش فلاح بتاع زمان المتمرس الجميل اللذيذ اللي فاهم ويفهم، لا، الفلاح بتاع النهاردة فلاح الفيسبوك والتيك توك. طيب نيجي على النقطة الرابعة اللي هي الاصابة الحشرية. انا دلوقتي لما انزل مزرعة واجي افتح قلب النبات والاقيه مليان بحشرة التربس، هل تتوقع ان هو يكون فيه محصول قوي؟ لا. ليه؟ ان حشرة التريبس قبل كده اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة حشرة خادشة مصر، بتتغذى على العصارة النباتية. لما يكون انا مثلا انسان وجاله اصابة بالديدان في المعدة او في القناة الهضمية في الامعاء الغليظة، تمام، وحصل ديدان او حصل اي اصابة جوه الجسم الانسان، انت بتاكل تتغذى لكن انت رفيع وعمال ترفع، تيجي تكشف تلاقي عندك ديدان في المعدة. الديدان دي بتعمل ايه؟ بتستهلك الغذاء بتاعك، فانت ظاهرا بتاكل كويس تمام، الواقع انت هزيل. برضو النبات كده،
في الاساس انت بتدي برنامج سماتي مناسب، لكن في الواقع الاصابات الحشريه بتمتص هذا الغذاء وبيتدمر النبات، ويطلع لنا في الاخر نبات حجمه صغير وروسه صغيره زي البصل والثوم. طيب يبقى لازم ان انا اعمل كشف اسبوعي وشبه يومي لمزرعتي. في اصابات حشريه لازم اعرف هل ارش ولا لا، هل عندي اعداء طبيعيه زي حشره اسد المن، حشره التعصوق اللي هي ابو العيد، حشره بسم الله الرحمن الرحيم الرواغه، الحشرات المفيده فرس النبي، تمام، النحل. يبقى انا لازم اركز انا هعمل ايه. دي ترجع لي المستشار الزراعي او المهندس الزراعي عشان يفيدك. النقطة اللي بعد كده، الإصابة بالتيدياني الثعبانية اللي هي النيماتودة. أنا بيشفق، أنا بشفق على كتير من الناس اللي دخلت مجال الزراعة في هنا في المنطقة، مدرس، تمام، ربنا يبارك في رزقه، سواء بقى بتدي دروس خصوصية ما بتديش دروس خصوصية، المهم اللي أنت عندك رزق ودخلت في مجال الزراعة تحترم مجال الزراعة. راح اشترى سباخ ملوث بالنيماتودة وزرع الارض بتاعته، الارض بتاعته بقت موبوءة بالنيماتودة. صدقني لما يدخل عندك مثلا جرار او ليزر او بتانة او قصبية او اي حاجة تدخل في الارض بتاعتك، بتنقل معاها الديدان الثعبانية اللي هي النيماتودة. النيماتودة دي بتعمل ايه؟ بتيجي على الجذور النباتات وبتعمل اختراق ليها وتمتص العصارة وتبقى عدو لدود تحت الارض، بتلاقي النبات بتاعك هزيل، يطلع المحصول بتاعك صغير. فالمفروض ان انا اي معدة تيجي عندي الارض بتاعتي قبل ما تشتغل اغسلها بالمية. لو انا عندي مزرعة كبيرة عظيمة مثلا من اول 20 فدان فيما فوق، اعمل لي حوض واحط فيه كلور، فورمالين، فينيك، تمام، ان شاء الله صوته قوي، بحيث لما المعدات تمشي تنزل في الحوض وتطلع من الناحية التانية، تمام، العكل بتاعها يطهر والاسلحة تطهر. اما ان احنا الشغل العشوائي الغوغائي، انا بقول لك النهاردة الراجل ده بقاله مثلا حوالي سنتين، فانا متوقع المنطقة بقت موبوءة بالنيماتود. طب الفلاح يعرفها؟ لا، ده فلاح التيك توك والفيسبوك، ما مش هيستوعب يعني ايه نيماتود. هو يلاقي نباتات تعبانة، يا باشمهندس عايزين رشة حلوة، يا باشمهندس عايزين تركيبة لذيذة، المهندس يعمل ولا بيبص المهندس ولا الفلاح بيقول له في حاجة. ليه؟ عشان مش عايز يدفع له حق الفيزيتا بتاعت الزيارة الميدانية، لا، عايزها بالمحبة. تعال يا باشا، تعال تعال تعال، انا عامل الأكلة حلوة، تعال. لا يا اخوانا، الشغل مش بالأكلة ولا بالفلحسة ولا بالفهلوة، الشغل بال واحد زائد واحد يساوي اتنين. نيجي النقطة اللي بعد كده رقم 6، الإصابة بالبياض الزغبي وسطأ الأوراق، ودي كارثة سودة. إن الناس كتيرة بيحصل عنده إصابة ومش عارف يشخصها. هو بيجي ليا، يا باشمهندس والله أصل النبات مش عوض، أصل النبات تحس إن هو مقيل، أصل النبات تحس اللي هو كسلان، أصل النبات واقف، اصل النبات مكتكت، اصل النبات سقعان، اصل النبات قمصان. يا عم هو في ايه؟ هات قطعه من النبات وانت جاي، اعمل قول لي اعمل لك زياره ميدانيه، ما انا مش هتحرك من مكاني الا بفلوس ولا ايه؟ هو الدكتور لما تروح تكشف عنده مش بتدفع فيزيتا ولا هو حلال واحنا حرام؟ المحامي لما تيجي تروح تستشيره مش بتدفع فيزيتا هو حلال ولا احنا حرام؟ يعني هو انتوا بس بتحللوا نفسكوا حاجات وتصعبوه على حاجات؟ فالبياض الزغبي والسطأ بيعمل على تقليل المسطح النباتي، وبالتالي بيضعف النبات، وبالتالي بيجيلي ثمار، رؤوس ثمار صغيره، تمام، اللي البصل والثوم. يبقى لازم اشخص كويس، تمام، انا عندي تربة جيرية، تربة طفلية، انسان بستمع ليه ثقافة الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب، زي مثلا ناس كتيرة للأسف اتدمرت مزارعها في زراعة النخيل
نتيجة ان هو بيتفرجوا على فيديوهات من اخواننا في الخليج العربي، فيجي يقول لك اتي ميه كل يوم لمدة 40 يوم. طب التربة بتاعتك طفلة، تربة جير، تربة خليط، هو مش فارق معاه. يقول لك لا لا لا، شايف النخلة عنده جميلة ازاي في الاحساء ولا في الكويت ولا في الامارات؟ لا، نتي ميه كل يوم. سعادتك هو مش بيقول لك كل حاجة، كله بيدور على اللايكات والمشاركة. فبالتالي مين اللي بيدفع الثمن؟ جناب حضرتك، لما بتلاقي ان نسبة النجاح لا تتعدى 15%. برضو لما انا يكون عندي توم وبصل، التعامل بالري يكون باحترام عشان ما يحصلش عفان الجذور. ان عفان الجذور لما بيتم، الجدر ده وظيفته ايه؟ بيمتص الماء والغذاء. لما يكون تعبان وعمال ادي ميه وادي غذاء وهطر في فلوس، ايه اللي بيحصل؟ مفيش استفاده. الارض بتتحول من صوره جيده لصوره غير جيده. ليه؟ ان الاسمده الكتيره ممكن تعمل ملوحه، وممكن تعمل تضاد مع بعضها البعض، وممكن يعمل توافق مع بعضه البعض، وممكن يعمل هري للجذور نتيجه عدم اتباع النظام التسميه المناسب. والميه عملت عفان جذور، يبقى بوظت لي وخدت لي احجام ثمار ورؤوس ثمار تعبانه. النقطه الثمانيه، التعطيش. ما ينفعش ان انا اروي بالمزاج. يعني انا دلوقتي النبات بتاعي لازم ياخد مثلا ميه كل 8 ايام، ما ينفعش اديله كل 20 يوم، الا في حاله ان انت تكون فاهم طبيعه التربه بتاعتك كويس ومحترم الظروف الجويه. لازم اول نقطتين دول تحترم التربه والظروف الجويه عشان تبقى تقدر تروي كويس وما تبقاش عندك عطش وتغريق. النقطه الاخيره، ودي نقطه مهمه، عدم اتباع مواعيد الزراعة. والأمثلة كتيرة جدا جدا. أنا عندي وقت مناسب لزراعة كل محصول، أتعداه أنقل على المحصول اللي بعديه. يعني أنا عندي القمح من 10 نوفمبر ل 25 نوفمبر، بعد كده أنقل على الشعير من 25 نوفمبر ل 25 ديسمبر. ما ينفعش بقى آجي في نص ديسمبر، أو نيجي نقول وليكن مثلا في أول واحد تاريخ 1/1 ازرع توم وبصل، يبقى انا كده بهزر. ليه؟ ان في ارتفاع درجه الحراره هيكون عندي النبات ما ادانيش مجموع اوراق كويس، فيحصل صب فيديني رؤوس ثمار صغيره وضعيفه. دي 9 نقط المهم اللي احنا نحترمه واللي احنا نفهمهم. وفي كلام كتير كتير ما بين السطور عايز اديها لكم، لكن انتوا بتحبوا الاختصار وتحبوا المقاطع الصغيره، مش عارف اشرح لكم. اي حد عايز اي حاجه، اي حد عايز اي سؤال، معاكم الرقم التواصل بتاعي بكتبه في صندوق الوصف تحت كل حلقه. تحياتي لكم جميعا، مع الف سلامه.